لا ينبئك بقى قدر خبير، والخبير هو الدكتور حازم خبيث رئيس اللجنة المصرية لمكافحة المنشطات. مساء الخير يا دكتور. اهلا، مساء الخير يا فندم، ازي حضرتك؟ تحياتي وتحيات المهندس عادل القيعي. سلامي للجميع. اهلا بيك جدا. دكتور، تذكرنا تصريح سابق لحضرتك بالظبط في 14 يناير لما كشفت انه في عينتين ايجابيتين، او 24 يناير عينتين، واحده لكريم بامبو وتم تنفيذ الايقاف، والاخرى بحسب تصريح حضرتك وقتها انه جاري التحقيقات معاه ولن يعلن الا بعد انتهاء التحقيقات. هل بعد 6 شهور ما انتهتش التحقيقات؟ لا، لسه ما انتهتش التحقيقات. بعد 6 شهور. طب ايه شكل التحقيقات؟ لانه يعني عشان الناس تبقى فاهمه ايه اللي بيتم. طب تسمح لي بس عشان اشرح للناس، لان قد الناس برضو ما تبقاش مدركه. اتفضل. قصه مكافحه المنشطات في مصر. اتفضل. المنظمة المصرية لمكافحة المنشطات اللي هي النادو المصري هي المسؤولة عن إجراءات المنشطات بناء على توجيهات وتعليمات الوكالة الدولية لمكافحة المنشطات. تمام. انت حضرتك حد مثل بسيط، الأهلي للاعب سموحة مثلا. المنشطات دي بتبقى خطة معمولة في المنظمة مع الاتحاد الدولي لكرة القدم والاتحاد المصري لكرة القدم. مش كل ماتش ممكن يبقى فيه منشطات ولا لا، ده حسب الخطه اللي بتتوضع لمده سنه حسب جداول الرياضه في مصر، جمباز، كره قدم، ملاكمه، كل الانواع الرياضيات. والاختيار عشوائي ولا وفقا لخطه ثابته؟ الخطه بتقول ان الماتشات بالارقام كلها اختيارات عشوائيه حسب تعليمات الوكاله الدوليه. تمام. يعني ممكن تقول تجي لنا تعليمات ان احنا هنعمل الماتش رقم 5 او الماتش رقم 8 في الدوري للفريق الثاني والفريق الثالث، فبتخضع لهذه الخطه من اول السنه الرياضيه للماتشات. احنا بناخد جدول المباريات من الاتحادات ويتم التعامل حسب هذا الجدول. لو احنا الاهلي بيلعب سموحه، بتروح مندوب المنظمه المصريه الى الملعب يقابل المدير الاداري للنادي الاهلي والمدير النادي لنادي سموحه، يسلموه بظرف مقفول ارقام فانيلات اللعيبه اللي هتلعب والاحتياطي للفرقتين. قبل ما ينتهي الماتش من ربع ساعه ل 10 دقائق يجي المندوبين دول يسحبوا كل واحد من فرقته رقمين. يبقى معانا 4 ارقام. ال4 ارقام دول يقوم مندوب النادي المصري بمراقبه ال4 لعيبه دول مراقبه لصيقه وهم جوه الملعب. اول ما الماتش ينتهي ياخد ال4 لعيبه دول مع مندوب من النادي الاهلي ومندوب نادي سموحه الى مكان اخذ عينات البول. عينات البول دي بتتاخد في قاروره مستورده من سويسرا وهي مفتوحه، او ما القاروره بتتغطى، الغطاء ده لا يمكن فتحه الا بمكان خاص موجود في المعامل المعتمده للوكاله الدوليه للمنشطات. اتبرشم خلاص. اتبرشم ويتم تتبع هذه العينه من ملعب المباراه الى مطار القاهره الى الدي اتش ال الى معمل المنشطات المعتمد في برشلونه. اول ما العينه توصل معمل المنشطات في برشلونه بتتقسم الى العينه A و B، دي بتحتفظ بيها وايه يتم تحليلها. طلع اللعيب ياخد ماده منشطه. الماده المنشطه دي يعني بتعمل حاجه اسمها كونفرميشن، هي بند تاكيد هذه العينه. ايوه. ينزل على السيستم الدولي قدام الوكاله الدوليه والاتحاد الدولي للعبه والمنظمه الوطنيه المصريه ان اللعيب الفلاني بياخد ايه؟ عنده عينه نشط، عينه منشطات. العينه رقم 1 اثناء التنافس ولا وليس في البطوله؟ لو في البطوله بيبدا من 12 بالليل لانتهاء المباراه. او مش في التدريبات في ماتش ودي، دي قصه ثانيه، يبقى في اثناء البطوله وخارج البطوله. نوعيه المنشط سبيسيفايد ونان سبيسيفايد. النان سبيسيفايد ده تك 4 سنوات، عقوبته 4 سنوات. طيب ابلغت النادي المصري ان اللعيب فلان الفلاني عنده عينه ايجابيه في اي لعبه، بنبعت جواب رسمي الى اتحاد اللعبه. وظيفتنا ان احنا نبعت الجواب رسمي لاتحاد اللعبه، في اتحاد كره القدم، بنبلغه ان اللعيب الفلاني النادي الفلاني عنده عينه منشطه. ايه الاجراءات؟ بنبعت له كمان يعمل ايه اجراءات؟ الاجراء الاول ايقاف اختياري، ان انا اللعيب اول ما يعرف ان عنده عينه يوقف نفسه الى انتهاء التحقيقات. طيب ما وقفش نفسه هو حر، يروح يقدم في لجنه الاستماع، يا يقبل العقوبه يا اما يقدم في لجنه الاستماع
في المنظمه المصريه. في مجلس الاستماع ديت عباره عن 3 قضاه ودكتور يقدم دفوعه. الدفوع دي بقى يجيب دكاتره، يجيب تقارير طبيه، انا خدته مش قاصد، انا خدته في اكل، انا ما كنتش اعرف انه منشط، وهكذا يقدم دفوعه. وثم يتم التداول زي امام اي محكمه كذا جلسه لاتخاذ القرار، ثم لجنه الاستماع تاخد قرار بالعقوبه. فاتوقع على كريم بامبو عقوبه. كريم بامبو قدامه الطريق الاولاني انه يقبل العقوبه، وهو لو كان واقف اختياري تخصم العقوبه، يخصم الوقف الاختياري من العقوبه. زي هو كان واقف شهور والعقوبه سنه، يبقى فاضل له 4 شهور. تمام؟ ما قبلش العقوبه يخش لجنه الاستئناف. لجنه الاستئناف نفس الكلام، 3 قضاه مع طبيب، يتم نفس الدفوع بنفس الاجراءات لحد ما تاخذ اللجنه، اللجنه اللي هي الاستئناف قرار، يا اما ينفذه يا اما يرفع قضيه على في المحكمه الرياضيه الدوليه اللي هي اخر منصه للتقاضي، هي المحكمه الرياضيه الدوليه. فكل الاجراءات دي لحد ما يعلن من قبل النادي المصري ان هذا اللعيب تم توقيع العقوبه الفلانيه والماده الفلانيه ومده العقوبه كذا. كان الناس كده، عشان كده زي ما حضرتك بتسال، الناس مستغربه ازاي ممكن المده تقعد بالشكل ده. في لعيبه المحاكمه او الاجراءات خدت سنه ونص سنتين. طب هو ليه بعد اذن حضرتك؟ لانه نفس الكيس كريم بامبو ومعاه لاعب اخر بحسب تصريح حضرتك، ليه التحيات مع كريم بامبو تمت بسرعه وتم اعلان العقوبه، واللاعب الثاني حتى الان حضرتك بتقول لي ما انتهتش؟ اول حاجه كريم بامبو كانت عقوبته خارج التنافس، ما كانتش في البطوله. اللعيب لو حاجه طولت يبقى لعيب، يبقى خد المنشط اثناء بطوله، دي قصه واحده. هل اللاعب الاخر ده كان اثناء بطوله محليه ولا قاريه؟ لا، ممنوع التصريح بهذه التفاصيل حضرتك، انا مش، لان دي مش شغله رئيس مجلس اداره المنظمه. محدش يقدر يتصرح بهذه التفاصيل. يعني البروتوكول انه ما نعلنش غير بعد ما نوصل لنتيجه حاسمه. بالظبط، مش بس كده، لان ممكن يطلع براءه في الاخر. هنشوشر عليه على الفاضي. هنشوشر عليه على الفاضي. ماشي، لا مقبول هذا الكلام، لكن انا فهمت من كلام حضرتك دلوقتي ان مش كل المباريات المحليه بتتغطى، وان اختيار المباريات قبل الموسم اذا ما بيلفتش نظر المنظمه ان في حاله استثنائيه في مباراه معينه تستحق المتابعه. لا، مفيش كلام من ده خالص. مفيش كلام، إذا هي حبيت أضيف جملة مهمة قوي يا كابتن باشمهندس، إن لو لعيب اتطرد في ماتش المنظمة حطاه في المنشطات لازم تعمل له تحليل في ساعتها. أي لعيب اتطرد في المباراة لازم يتاخد للمنشطات حتى لو اسمه مش في السكور، مش في المجموعة اللي المفروض تعملها منشطات. إيه السبب يا فندم؟ لأن التعليمات الوكالة الدولية بتقول إن اللعيب اللي بيطرد قد يكون سبب طرده انه واخد منشطات اثرت على سلوكه. يكون مهايبر يعني. مهايبر. طيب الواضح. طب لحظه النبي يا استاذ ابراهيم، مهم جدا الناس تفهم القصه دي، لان احنا نفسنا ما كناش فاهمين. يعني دلوقتي اللعيب اللي بيطرد ده معنى كده ان لازم يبقى فيه كل ماتش فرص لاخذ العينات، لان في لعيبه بتطرد وبتنجو. يعني بس مهندس مفيش حد في العالم، في منظمه في العالم تستطيع انها تعمل تحاليل لكل الناس كل وقت كل الماتشات. حضرتك العينه دي بتتكلف، طب الماتشات المهمه على الاقل العينه الواحده بتتكلف كام؟ 7500 جنيه. طب اخبار المعمل بتاعنا ايه؟ ده اللي عايز اقوله، مش كان في معمل الاول يا باشمهندس؟ اتحاد الكره ده عليه 5.5 مليون عينات ده في الحاج. طب وفهم هم بقى الاتحاد اشهر اتحاد. بس على فكره على فكره يا فندم، 5 مليون جنيه ده دليل براءه اللاعب المصري، بمعنى إن لم يثبت الا حاله ولا اتنين لحد دلوقتي. نسب تعاطي منشطات في كره القدم من اقل اللعبات، اعلى لعبات في العالم مش في مصر بس، بالترتيب كده رفع الاثقال، المصارعه، كمال الاجسام والمصارعه، دول اعلى رياضات الاولاد بياخدوا فيها منشطات. طيب قرب نهايه الدوري من نهايته والمنافسات اللي فيه وشكوك الناس حوالين الحاله البدنيه لكتير من الانديه،
هل معنى كده انه ده مش خاضع للتحليل الفتره الجايه، ولا انتوا كمنظمه مصريه ممكن توصف حاله استثنائيه؟ لا، ده هي المنظمه حاطه ان اكثر توقيت بيتاخد فيه التحاليل العينات في اواخر الموسم، لان ده الموسم الفيصل. يعني اللي نقدر ناكد عليه ان الفتره الجايه في نشاط شديد للمنظمه. نشاط مهول. مهول. طيب اتقال بالنسبه للترامادول، دايما كان يقول لك الترامادول في الدوري للركب. بيعترفوا اللعيبه انهم بياخدوا ترامادول، هل ده بره البروتوكول؟ بره الجدول. مش من المنشطات. يا خبر. كنت عارف ان المنظمه المصريه طلبت اكتر من مره ادراجه، ما استجبش ليها. هو الترامادول بيعمل ايه يا دكتور؟ الترامادول اساسا ماده مسكنه ومخدره، لكنها لا تؤثر في النشاط البدني. امال بياخدوه ليه؟ عشان ما يتعبوش؟ عشان يتنيس. لا عشان يخليك تسهر لفترات طويله. كان بياخدوا السواقين بتوع النقل. لا، اللعيب ياخده ليه؟ يبقى خطر عليه بياخده ليه؟ لا عشان بيزيل الالام، بيزيل الالام بشده، الام العضلات وامال المفاصل والكلام، بيأجل احساسه بالالم. اذا النظره الخاطئه الى الترامادول انه منشط، وانه اتضح انه خارج الجدول. هياصوا. خارج. طب هل لو ثبت يا دكتور وهو خارج الجدول بيتوقف اللعب ولا لا؟ لا خالص، لا هو بياخد ترامادول. ترامادول مش في المنشطات. يعني حتى لو اكتشفته ما بيتوقفش عليه. انت عارف الهدف المنشط ايه؟ الوكاله الدوليه دي محطت من انواع المنشطات وبتجدد القائمه المحظوره كل سنه، بتؤكد ان الماده، الفكر البنت الروسيه خدت دواء قلب اسمه فاسترين. كان أول مرة في تاريخ المنشطات إن الفاسترين ده يدرج كمنشط. اكتشفوا إن الدواء ده بيحسن كفاءة عضلة القلب في الشباب. فلو حد شاب بيلعب رياضة وخده، يبقى كفاءة عضلة القلب 3 أضعاف الشخص العادي. طيب في المنشطات. في الدوري بقى الفترة اللي جاية، حضرتك بتقول إن هيتم تكثيف الجهود فيها، مش كده؟ المفروض. طب سؤالين ثلاثة كده. المفروض ولا المقرر؟ نعم فندم. المفروض ولا المؤكد؟ ما دي أسئلة تمس نشاط المنظمة يا باشمهندس، يعني لابد الأسئلة تبقى حريصة واللي بيجاوب عليها أحرص. احنا بس احنا عايزين ننبه لاعبتنا إن ما تقعوش في المحظور، لكن أنا عايز أقول نعم. في حاجة مهمة عايز أقول عليها. أيوه. النادي المصري من اقوى المنظمات الوطنيه في العالم في مكافحه المنشطات. ليه؟ لان الوكاله الدوليه بتتابع نشاط المنظمات الوطنيه بمنتهى الدقه. يعني الحديث اللي انا حملته مع سيادتك ده 90-95% سيترجم حرفيا ويرسل الى الوكاله الدوليه لمكافحه المنشطات. اي خطا في كلمه واحده انا قلتها تمس عمل المنظمه او تشير الى اي تدخل من مجلس اداره المنظمه في عملها يسيء للمنظمه المصريه، وده لا يمكن يحدث يعني. بقول يا فندم دلوقتي عندي معلومه ان في حاجتين ممكن يكونوا يندرجوا تحت الحظر والمنشطات، والحاجتين عايز اتاكد من حضرتك. اولا نقل الدم، هل لو انا خدت كميه دم ليله المباراه اكتر من المعدل اللي الجسم يعني بيفرزه ده بيحفز ونشط؟ التاني جرعات الأكسجين، إنك تاخد جرعات أكسجين استثنائية فتزيد من كفاءة. هذا كلام أي كلام ولا له أساس من الصحة؟ ليه يا باشمهندس الأسئلة دي يعني؟ ليه يا باشمهندس؟ عشان الناس تعرف وتاخد. يا باشمهندس ده أنا حبيبك يعني، حبيب قناة الأهلي يعني. ما هو ده بره الترجمة يا دكتور. ده بره الترجمة. وأنت أما تنبه الناس خدوا بالكوا، أنت بتحميهم. لا بص يا باشمهندس انت راجل عبقري وممكن توقع 50,000 واحد. وتوقع في ايه دي؟ انك تقول له اوعى تنقل دم، لا تعتبر مش عارف ايه، او ما تاخدش، ما تحطليش انبوبه اكسجين في اوضه اللبس وتروح واخد لك. بس انا اجاوب. الاجابه ما احنا سكتنا على اسم اللاعب، يبقى جاوب على ده بقى. اجاوب على ده بقى. بص الوكاله الدوليه بتنزل سنويا على موقعها وموقع النادي المصري كل القائمه المحظوره، كويس؟ لأول مرة في تاريخ المنشطات بقى فيه قائمة محظورة باللغة العربية، لأول مرة. كان عندنا قائمة محظورة باللغة الإنجليزية واللغة الفرنسية واللغة الأسبانية. أول مرة في تاريخ مكافحة المنشطات النادي المصري نجح
نبقى عنده قائمه باللغه العربيه، ودي افادت المنطقه العربيه كلها. واللائحه ديت على موقع النادو المصري، يعني لائحه ثابته، وهذه اللائحه تم ارسالها لجميع الانديه وجميع الاتحادات عشان ما يبقاش في لعيب عربي مصري يقول ان انا ما قريتش القائمه المحظوره، او ان انا كانت بالانجليزي او باللاتيني وانا ما عرفتش. فالقائمه موجوده في جميع الانديه وعلى موقع النادو. تمام؟ ماشي يا فندم. يعني هو رئيس النادو بيصدر بيه قرار من وزير الشباب والرياضه، مش كده حضرتك؟ كل بما ان الوكاله الدوليه دي وكاله مستقله، النادو المصري لازم يبقى مستقل، بيصدر قرار بتشكيل مجلس الاداره من وزير الشباب والرياضه. ايوه. وانس يتم تشكيله بيصبح مستقل، لا يتبع الدوله. لكنه التشكيل من قبل الوزير. مجلس الاداره بيختار المدير التنفيذي اللي هي الدكتوره هانم امير، اللي هي المدير التنفيذي للمنظمه المصريه لمكافحه المنشطات، وقد اجزم وربنا شاهد على كلامي يعني ان دي اكفأ مصريه في هذا المجال، وقد يكون اكفأ عربيه وافريقيه في هذا المجال بجانب جنوب افريقيا، هي المسؤوله الاولى عن نشاط المنظمه المصريه، وديت منظمه مستقله، اللجان مستقله، اللجان القضائيه مستقله، لا يستطيع احد داخل الوطن او خارج الوطن التدخل في اعمال المنظمه المصريه لمكافحه النشاط تحت اي مسمى. طب السؤال اللي يخصنا احنا بقى، هو احنا لو رحنا بحثنا في جوجل عن المحظورات وتحدثنا عنها، ده في مسؤوليه علينا؟ حضرتك يعني؟ انا بقى، ما خلاص، لا. احنا هنحترم مسؤوليتك ومش هنضغط. لا يعني خالص، اي حد يقدر يتكلم في اي حاجه. ماشي يا فندم. لكن المسؤول عن الحاجه لازم يتبع الكود الدولي حرفيا، اي مخالفه للكود الدولي. حضرتك لو رجعت في شهر مايو كان هنا اجتماع الفاونديشن بورد والاكسكيوتيف كوميتي للوادا، ودي اول مره تحصل. ايه اللي يخلي الوكاله الدوليه لمكافحه المنشطات تعمل اجتماعاتها في مصر؟ معناها ايه؟ معناها ان هذه الدوله وهذه والمنظمه الوطنيه لمكافحه عندها منظمه محترمه ومنضبطه انضباط تام، انضباط تام. شكرا يا فندم. شكرا جزيلا للدكتور حازم خميس، رئيس المنظمه المصريه لمكافحه المنشطات.